ممكن تكون الأم، يعني في حدا مشتاق للأم أو إنسان بتحبوه، لأني شايف الشخص هذا كذلك مفتقدك. الشخص هذا اللي أنت مفتقده شايفاه كذلك مفتقدك يا برج الجوزاء، كأنه كل واحد فيكم في مكان وأنتوا بعيدين عن بعض. لأني شايفاك يا برج الجوزاء كأنك مربط، ممكن تشوفه معي كأنه شي حدا مربط من كل الجهات، كأنك مش قادر تغير الوضع هذا، فلا انت في الأرض ولا في السماء، كأنك معلق في شي موضوع أو موضوع وانت مش بإيدك. عم تشوف الشخص هذا معلق، لا هو في الأرض ولا في السماء، فكأن الموضوع مش بإيديك يا برج الجوزاء. كذلك عم شوف في منكم اللي مشتاق للعيلة تبعه، ولكن الوضع والظروف ما سمحت له يكون قريب، لأني شايفة يعني في كأنك مسافر، يعني ممكن تكون أنت في دولة ثانية، يعني بعاد عن بعض، كل واحد في دولة وكل واحد في محافظة بعيد عن الثاني، لأني عم شوف في مسافة بيناتكم وفي شوق وحنين لبعض. كذلك شايفة في منكم اللي مشتاقة لأولادها أو بدها تصير حامل، يعني عم تحلم بولد، فالأمور راح تتيسر في الموضوع هذا. كما أني عم شوف في حب متبادل يا برج الجوزاء بين شخصين بعيدين عن بعض، فاحتمال يعني انت والشخص هذا ما بتكلموش بعد، او صار انفصال او طلاق، لاني شايفاك يعني بتحب الشخص هذا كتير، ولكن كأنك مربط او شي شغلة مخليتك معلق. احتمال يعني تكون مزوج او الطرف الاخر مزوج، وشايف انه هذا عائق قدام علاقتكم، والشغلة هذه كأنها مخلياك معلق بالموضوع هذا، لأني عم بشوف يعني بشكل عام نوع من الفراق والاشتياق وصدق المشاعر فيما يخص الأسرة. كذلك في منكم اللي مربوط بمكان بيشتغل فيه وحاسس بالشوق والحنين للناس اللي بيحبهم، يعني كأنه مشتاق للماضي. فيما يخص ما هو عاطفي الحين، بصراحة في عندي طاقات كثيرة وأحداث كثيرة، ورح نحاول إنه نسرد أكثر شيء إحنا شايفين طاقته عالية، لأنه القراءة راح تنطبق على ناس طاقتهم عالية وما راح تنطبق على ناس طاقتهم هيك، لأنه إذا إجيت لكون شاملة الموضوع هذا راح ياخد وقت كتير. فشايفاك يا برج الجوزاء يعني إنسان روحاني كتير، وشايفة في تواصل روحي عالي بينك وبين الحبيب يا برج الجوزاء. لأني شايفة الحبيب يعني بيحبك وحامل كاس الحب، يعني مبين انه يعني انسان ذكي عقلاني حلو، واحيانا يعني بتحسه بارد، ولكني شايفاه زعلان، شايفاه زعلان. في عندنا راح اقول الابراج بشكل متتالي: برج الثور، برج الجدي، عندي دلو، جوزاء، ميزان. رح نكمل الأبراج مع القراءة، ولكن الشخص هذا زعلان وبيحبك، ولكن وكأنه ما بيحب يعرض مشاعره من وقت لآخر، يعني كأنه بيبين شوية هيك جاف، يعني مرة هيك ومرة هيك، ولكني شايفاه في الوقت هذا صار أكثر حكمة،
كأني حاسة إنه هو اللي قطع معك. وصار أكثر حكمة واتزان، يعني أصبح بيعتمد على عقله أكثر من قلبه، وأصبح أكثر نضج. فممكن تكونوا أنتوا حاليا في حالة انفصال، أو الشخص هذا زوج، يعني إذا كان زوج أو شريك، لأني أنا عم شوف في مسافة بيناتكم، وحقيقة شايفاه زعلان. شايفاه زعلان عليك وقاعد مستني، ما عم تشوف. الشخص هذا زعلان عليك وقاعد مستني، بيستناك تاخد خطوة. هو كله أمل، يعني شايفاه كله أمل بالرغم من إنه زعلان عليك يا برج الجوزاء، وناطرك وعم بيراجع الذكريات. الشخص هذا بعده عم بيراجع الذكريات اللي بيناتكم، حتى إذا كان مشى أو اختفى فجأة أو عامل روحه مطنش، لأن الشخص هذا بيشوفك أنت السولميت، الحب تبعه، الشخص اللي بده إياه والشريك. الشخص هذا يا برج الجوزاء يعني بيحبك كتير. كذلك ممكن يكون متجوز، يعني ممكن يكون متزوج وانتو في علاقة ثلاثية. فشايفاك يا برج الجوزاء انت كأنك شايفاك زعلان، وكأنك ناطر أخبار أو رسالة من حدا بعيد عليك، أو أنتوا زعلانين من بعض وصار بيناتكم انفصال، لأني شايفاك بتفكر بشخص من الماضي، عم تفكر بشخص من الماضي. في بيناتكم ذكريات حلوة ولحظات جميلة، وشايفاك بتراقب الحبيب يا برج الجوزاء، في مراقبة. صراحة يا برج الجوزاء شايفة في مراقبة فظيعة، وأحب أقول لك إنه هو كذلك بيراقبك يا برج الجوزاء. طمن، حتى إذا كنتوا قافلين على بعض بالسوشيال ميديا ومختفي، شخص هذا اختفى وعامل حاله مطنش ولا على باله، فهو بيراقبك لأنك بعدك في باله. شايفاك يا برج الجوزاء مندفع وزعلان ومخبي زعلك عن الناس اللي حواليك، عم تبين كأنه مش فارقة معك، مع إني شايفاك يعني شايفة في منكم اللي حاول يرجع للحبيب، وكأني شايفة إنه الشخص هذا تخلى عنك أو طلع من العلاقة، أو أنت ممكن تكون مليت وطلعت من العلاقة. بسبب علاقة ثلاثية، ممكن تكون طلعت من العلاقة هذه بسبب علاقة ثلاثية، أو في طرف ثالث فات على العلاقة، أو حتى الشخص هذا ممكن يكون متزوج. في منكم اللي شاف إنه الشخص هذا شخص لعبي، خاين، يعني مخادع، أو اكتشف إنه في طرف ثالث أو إنه متزوج. ممكن يكون الموضوع معكوس، ممكن تكون انت يا برج الجوزاء واكتشف الموضوع هذا وابتعد. فحاليا عم شوف الحبيب عم يحاول يعمل توازن، او عم يستناك تاخد قرار وتختار واحد.
لكني شايف الشخص هذا الفترة هذه متردد ومش واخد قرار نهائي في الموضوع هذا، ولكن هو متواصل معك روحيا. الشخص هذا متواصل معك روحيا. وبيفكر يعني في بداية جديدة معك.